والله يا اخي الجوابره هون بهالمنطقه قابل والله لا انه قصدي ما ايدون هيك ها مو هيك ايدون هيك هيك ولا هيك هيك ايدون الجوابره باليمين شلون بتصوتوا علمنا عشان ما نجي نشتري من عندك سايب البيت لا هاي مشكله بدك تسوي علق بالبيت معناتها انا ما ببيع لا هلا كل شيء بدي اتفرج ما باين تشتري حي ملقاكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم وين عباني؟ ليكوز معلم من شيء 4-5 اشهر ما اجينا لعندها ايه كنا صغار وقتها كنا صغار عم دغري اب مالك كانك شفت الكاميرا من بعيد انت ما الا اليوم لا وقتها او حدا خبرك لا والله لا كنا معزومين على الفطور يعني وقتها بس شايف مزحوا مزحه ثقيله معك وقتها هلا لتصالحنا عم قلك والله انا جماعتين متصالحين ما بدنا هلا نقول نيالهم عليك أب مالك أنت هون مشغل المحل كله والله ما ألزك ما أزرفه وشغلك الحلو بارك لي فيه أنا توقعت تكون جوا أنت على بيت النار بس لأكبر قال بفوتوني لأني شو أخبار اللحم بهالأيام والله على كيف عم يغلى ولا عم لا والله كل شيء عم يغلى إلا اللحم تبع البني آدمين يعني بس يعني قصدي يعني الواحد يتجرأ يقول مثلا والله احنا ما عم نغلي شيء الحمد لله صحيح عم يغلى في شيء عم يغلى بس لحن يعني مو ناقصون العباد معي يعني من سنة ايه وصار من سنة قديش كان الكيلو يعني غليان يمكن شغلة 7 ليرات هو أغلى طلع أكثر بس احنا بفضل الله ما يعني ما غلينا حسنا انه نضل على الأسعار يعني الحمد لله يعني هذا الشيء هيك الواحد بنور الله ايه والله الحمد لله هو اختصاص هون صفيحة بس لا هلا عندنا معجنات شامية كلها ايه؟ يعني اللي بيفوتوا لهون واللي بيجوا لعنا بيقولوا حاسين حالنا بالشام ايه الحمد لله ايه بالشام ها ايوه حصل بدك تأكد عليها ايه بالشام اب مالك شو صار عندك ولان البركة عندي عروستين وصبيين الله يسلمون مبكر لا مبكر يعني لا انت صحيح صار عمري شي 27 بس يلا هلا مالو الرسمال هدول استاذ طبعا ان شاء الله ربي يفرحنا باولادكم يسلم واحلى شيء انه الشباب السوريين هم كلهم يعني بهالشغل مع بعضهم منطقه شاميه بحته بحته يعني ما بكفينا غربه استاذ ضايق خلقنا زياده ايه يعني مشان هيك نحن ما حدا عايشين الجو يعني لك ما حدا بيحسن يقول لك لا هون كانه ما حدا بيحسن له لا يا ربي كبير تبع الحاله اب مالك برده بس يعني اللي اب مالك يعني انت زبون انت اولا هون لا من ايام جوبر بنعرفه من ايام جوبر عم يقول بس لا تقول جوبر شو والله يا اخي الجواب هون بهالمنطقه قابل والله لا انه قصدي ما ايدون هيك ها مو هيك ايدون هيك هيك ولا هيك هيك ايدون الجواب راه باليمين مين عمل هيك هيك ولا هيك 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 ما في هيك الجواب راه شو عم هيك على يمينه على يمينه على يسارهم ما دفي هي اخي افقاعي مو اخي اللي بيحسبها اللي بيحسبها يعني اللي بيحسبها ليش لا يعني انه هيك القصه والله في عالم هيك في عالم هيك عبانك لو ما حسبتها بتوصل لهالوقت لانه ما حسبناها وصلنا لهون حسبناها بس مو اختصر كل شيء عبانك ما انحسبت والله والله ما انحسبت انا بس المره الجايه رح نحسبها احسن اذا الله روحت المره الجايه يلا اذا مره ثانيه معلش اذا ضلينا عايشين نحسبها مزبوط ما لازم نحسب لانه وين نروح على اخر واقواق يعني حاجه لا البركة والله باري. السوريين هون ما بيخاف عليهم عاوزك يرحم ابوك هذا الزلمة عرسه بهالكام يوم اذا الله راح لا بل احلى عريسة تعال عندي تعال الله وكيل بدنا يجوا بيت احمى يسألوا عليه ايه؟ انا عم له بس يصلوا لهون امورك بخير ما عم يخليهم يجوا هلا هون دغري بيوصل لعندهم كل شيء ما شاء الله هلا انت بدي اياك تعمل لهم عزيمة يجوا لهون مشان يسألوا عليه بس والله
حرام لنا ما بدنا نضل يعني. كل ما بيجوا لهون والله لا سبب وسبب هيك وهيك وهيك. اول شيء قرايبينهم كلهم تجار البركه بالشام. زاوي شاي تعرف زاوي لي قهوه ومساحه الارض هيك عم يهددني. عم شو نعمل معه استاذ؟ والله هو يا بيقول ايه يا بيقول لا. اول ما بيسال اول ما بيسالوا ابو مالك اول ما بيسالوا ابو مالك مصيبه عندك لك شو راح يزتوك من على الاسطوره. تصدق استاذ هالوش البريء هيك؟ لا مو معقول والله عم يقهرموني. الله وكيلك ستي ميته وهيك عم يعملوا فيني. هالشاب ما حكى ولا كلمه. اخونا قاسي على راسي قاسي. اهلا وسهلا فيك. كيف الكسوه هلا؟ تمام الحمد لله. عرياني هلا طلعت الشباب منا. قال لي عنا كمل نص كيلو اجى أبو وقف والله عيب ما وقف شوي هيك هيك صورة تذكارية تعب صورة تذكارية هيك قرب 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 يكون نص أيوه آخر صورة ليكون آخر صورة والله إذا نتصور مع الأستاذ ما يمكن آخر واحد حدا يتصور مع الأستاذ أليب مالك الله يعطيك العافية مبروك سلام الله يسلمك دير بالك على أبو مالك لا والله أنت الأصل الله يعينك على راسي والله الله يسلمك بس مو بعيد عنا شوي هاي هي القصة الله يقوي يلا بيسلموا يسلموا هات ما بدنا نقول لك حبيبي لك شو تقول له انه يقول شامية بخل طب ولا الكاميرا يعني تذكر هاي تمويني نورتوا الله يعطيك العافية اول شيء الله يجزيك الخير منيح انه الواحد انه بيجي بيلاقي قطعه ما اجتمعنا فيك هون في تركيا الله يسلمك شلون الشغل على الشتاء الحمد لله بالف نعمه الحمد لله فضل ربك اذا فتنا بدنا نشرب قهوه قهوه وكابتشينو ونسكافيه شو بدك لعيونك تفضل ما بنرشيك اهلا وسهلا ان شاء الله صحتين وهنا على قلبك بالشتاء بصير في شغل اكثر ولا صيف شتاء نفس الشيء؟ والله بالشتاء في اقبال اكثر بما انه موسم برد هون باسطنبول جو كيث ومو معروفه هون كل ساعه شكل الجو بتلاقي بيطلع الواحد بلا شمسيه بيرجع بشمسيه تذكر وقت اللي قبل كانوا يقولوا انه والله ستره تركيه جلد وكذا وهيك هلا صرت انت بيناتهم فتنا بالمشروع هذا الحمد لله ايش كان يجي يعني غاليه بتجي والله هلا هون بتضل الاسعار أرخص من سوريا من الشام يعني الحمد لله في بضاعة أوروبية مستعملة احنا ساوينا هالشغلة هاي كرمال هالشباب هاي اللي هون بتركيا بالفاتح الواحد يعني بضل نتعاطف معهم نتعاطف شوية معهم هادي بيسند هاد إذا ما سندنا بعض يعني اللي بفوت لعندك وناقصه أي شيء بيلبس وبيخلص وبياخذ بدلاته وبيمشي ما منطلعه إلا ما يشتري الحمد لله هلا في شيء مثلا مستعمل شوي في شيء جديد بس ما بينباع برا بينباع هون يعني هلا أنا بجيب بس مستعمل جديد ما بجيب لأنه جديد هون بتركيا غالي عرفت اسمه جديد ما بقى اسمه جديد أما هون المستعمل بتلاقي يعني بتاخده بربع القيمة مثلا هالسترة برا بالمحلات 180 ليرة 200 ليرة هون بتاخده 40 ليرة 35 ليرة يعني من 35 وطالع بس حد أقصى لل 45 بالنسبة للستار تتحمل انه فيها دين ولا تقسيط ما في محلفين يمين قطعة 5 ليرات هلا لا صعب 8 ليرات صارت هي كنا نحن نبيعها بخمسة هلا صارت بثمانية وعم نبيع القطعتين ب15 عرفت كيف مثلا كنزة وبنطرون او قميص مع بنطرون او كنزة يعني تشجيع ثلاثة ما في مشكلة عرفت كيف لانه صارت والله كل شيء عم نجيبه غالي هون كله شباب يعني رجالي رجالي احسن بتعرف شو النسوان اخي ترجع وبدل وقيم وحط هلا هيك رجالي ارحم واحسن فيها حكي كثير بدها فيها حكي كثير تفضلوا سيدي ان شاء الله هيك يا عامر لا والله بس هيك نحن حبينا انه ما بيصير من على الباب الله يسلمك يعني هو مساحة ال في عندك كمان أحذية عندي أحذية إيه حلو حلو في أحذية إيه وفي جواكيت وطقومة بناطرين أيوة. جينز ستة في عندي كمان غرفة قياس فوق حلو عرفت كيف نزل لزكريا سلم سلم أخونا سوري أستاذ عبد المعين زكريا من وين تفضل
هون الشاب السودان من جيبوتي. اهلا وسهلا، يا اهلا بك، يا اهلا اهلا وسهلا. هون ونعم الاخلاق والله ونعم الحمد لله. انا المحل معي هو. الله يعطيه العافيه. الله يعافيك يا رب. تركيته قويه ولا تركيتك انت؟ تركي. لا هو انا عمري صار مثل من جيلك. قديش مولده؟ معلش نفضح حالنا. صعب. في بيناتنا جيل كامل احنا. ايه بس انا بتذكر لساتك انت. ايه بس مولدك؟ معلش استاذ انا بدي اسالك قديش مولدك؟ يعني انا فيك تقول يعني 55 اكيد. ما في 12 سنه يعني الفرق بين 56 شهر يعني 55. انا بوعاك والله من سنه 80 بوعاك سنه التلفزيون. قديش مولدك؟ 67. 67 بس بوعاك. تمام. والصناعه هون اللي بتجي يعني الاواعي كلها تركيه ولا في شيء من برا بيجي؟ لا في شيء اوروبي وفي شيء تركيه. هلا نحن باوروبا هون الاسطنبول اوروبي. ايوه والقسم الاوروبي يعني. بس الحمد لله عم نجيبها كلها مثلا فيها في شيء صيني. أيوة. في شيء اوروبي من تركيا، في فنلندي مشكل، في امريكي، في فرنسي مشكل. أيوة. انت ما بحاجه لتصلح شيء يعني، عم يجيك القطعه انت عم تنقيها وتعلقها. هي تنقيها انا ما بجيب الاكياس مختومه، عرفت كيف؟ التنقيه طبعا افضل منشان اللي بده يشتري. مشان شو كنت تشتغل؟ والله شغلتي الالبسه كمان. والله حلو. كثرت اخر فتره ما في حاره بالشام الا في البس. ايه وهلا بالقنوات هلا سوق البالي كله حصل معه. عم يقولوا لي الستره جلد صارت مستعمله 35,000 40,000 يعني تخيل. السوري على التركي قديش؟ السوري يعني بدها ترجع قديش؟ بدها ترجع قديش بترجع هلا؟ والله مو شاطر بقصه العمله يعني، بس اكيد في فرق يعني بين 35 و 40,000 يعني 400 ليره بترجع 40,000. يعني هلا ال 100 دولار 500 يعني 50,000. ال 100 دولار 50,000 غاليه كثير. طبعا غاليه. هلا هون بتضل ارحم هون هلا كثير صعب الواحد ياخذ من هون لهنيك. والله هلا استاذي هلا في منهم بياخذوا على الكيلو. أيوة. تنزيله يعني في شباب بتوصيني بس بيطلع حق الستره قد أجار تنزيلتها يعني. بترجع بيقولوا لي أرحم هلأ خليها ترجع 5,000 مثلا على السوري ونزلتها 5,000 صارت عليها ضريبة شيء؟ لا 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 ما في ضريبة. المطار بينزلوها عادي. ما فيها شيء من هون لبيروت. بس الشحن يعني هو اللي هلأ أنا بعتها مع أشخاص. فيش أشخاص شغلتهم هالشغلة بيكون معه كل أطلب يأخذ شنتاي معه له شنتاي الوزن بينزل نظامي عادي ما بيحكوا معه شيء. يلا كمان فيها يعني هيك مساعدة. ايه حتى بيجامات في هون ما الواحد ممكن يلاقي. بيجامات عندي بيجامات هون حاططهم برا كمان. وفي عندي جواكيت بيجامات ليكون كل شيء يعني بفوت الواحد ابدا من الحذاء لجرافات لكل شيء حتى الداخل. اول الزباين احنا يا ميدانين محلك استاذ. الله يعطيك العافيه. يجزيك الخير. شكرا لك. الاسم الكريم؟ انا ابو عبد الرحمن الخباز. اهلا وسهلا فيك. يا مرحبا اخونا. شو اسمه؟ زكريا. نسيت. اهلا وسهلا زكريا. شكرا. الله يعطيك العافيه اخ عزيز. ما في وقت. ما طالع هيك هلا هيك لو لقته عن السريع ماشي الحال. ايه هي يلا التراك عم يستنوك. بقول لك بعدين ما خليها لربك. كم ساعة بشتغل؟ 12. يلا هلا بيعبوها. ايه. وين بعدين؟ بعدين ناخذهم على المحل نفتحهم هيك ومنوزعهم بعدين بيجوا المشتري. انت ملاقي هاي القصة يعني اسهل لك بالنسبة للشغل يعني؟ ايه. والله مجبورين اخي. ايه. مجبورين بالشغل يعني. وقريبة بنفس الأرض ما فيها عي ولا فيها يعني مرتاحي الحمد لله. صلي 4 سنين ونص عند نفس الزلمة. المهم الواحد بصحته لأنه هي القصة بدها بالصيف شتاء. ايه. ما 12 ساعة ما في من 8 ل 8. تعلمت التركي؟ ايه يعني ماشي. ايه. حالي بده يدبر حال الواحد. ايه طبعا طبعا. زمان. ايه والله الله تذكر صورنا بالدباغات شايب. ايه قد صلى؟ انت وين عم تتذكر بالعشرية؟ ايه وقت شد بشعره السيارة علي. ايه علي تذكر. أراضي وين علي؟ والله يمكن لساته بالشام. الله هو من سقبة ولا من حموريا؟ من سقبة. من سقبة كان يشد السيارة وبيشيل. ايه كذا وبيكسر كل شيء. ايه وما بيخلي شيء. ايه الله. شو كنت صغير انت؟ طب انا كان يعني 22 سنة عمري. اي شباب. اي والله. هلا. اي والله الحمد لله. على راسي. يلا. شكرا. الله يعطيك العافية. سعلاف علي. سعلاف صهور. سجاخ سجاخ سعلاف.
ممكن فيديو هيك فوري هيك ابو داد دوري هيك. ما في غيرك بيحكي عربي هون؟ تمام. كباب. كباب تركيش كباب أنتبه سوري كباب زرقة يابلان كباب. سحلب سوري. سحلب سوري. Şimdi buradaki bütün insanlar Suriyeli olduğu için tabii burada Suriye şey vardı. ممكن فيديو burada video çekebilirsiniz. İçeriden misafirlerimiz var. Hacı abi donlar yapıyor, o da Suriye donlar yapıyor. Bir bakın onlara. Teşekkür. كمان ايه كيفك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله. اشتغل اشتغل بس جايين نتدفن احنا. اهلا وسهلا. تفضل هون. عندهم السحلب غير ما بودرة. سحلبنا غيره طبعا بودره السحلب وهن بودره. هلا نحن زبناتنا اكلتهم اتراك مو سوري. انت عم تشتغل عن تركي اخذ مكان؟ نعم اجر. ايه يعني هيك فهمت منه انا انه اجر. ايوه. او بالاحسن شركه وايد مشتغله نهار ما في شغل مثلا شركه متقسمون. شلون تجربتك معه كمعامله و... الحمد لله معاملته كويسه. شغلنا هون كله عندي جوا. اي حلو. يعني لا بروح على البيت ولا بجي هون بطبخ. طيب هلا الاناني اللي بنشوفها عندهم هي اللونه هيك ايوه هي شو؟ هي بودره سحلب بودره. يعني بخلطوه؟ بخلطوه بودره هدول معامل عندهم. ايوه. ما في عندهم حليب مثلا بيعملوا حليب ما حليب ما عندهم لا. طيب شلون يعني بيسخنوه شيء ولا دغري بيشربوه هيك؟ شغل معامل. ايه شو المعامل هلا بيقعدوه على البيت بيسخنوه انه شيء يعني انه يفطر. ايوه. وشو بيحطوا عليه قرفه ولا شو بيحطوا؟ قرفه اكثر شيء مطلوب عندهم. مثلك هيك ناس سوريين قرفه. ايوه. هن عندهم قرفه. كثر لها كثر لها قرفه اكثر شيء. يعني السحله تبعهم هاد. هذا نفسه. بس انه بودره مو انه حليب. هذا الفرق، الطعم بتختلف بتصير. الطعم ايه بتختلف. كيف بتساويه انت السحلب؟ عندنا حليب بار. ايه. نشا. ايوه. سكر، ماء زهر. هذول هن. يعني في فرق بين واحد يساوي سحلب بين طعمه يعني طبعا لكن ايه بدك عندك تشويطه لا مشكله بدك تعرف شلون شوطه شلون بتشوطه علمنا عشان ما نجي نشتري من عندك سايب البيت لا هي مشكله بدك تسوي عندك بالبيت معناتها انا ما ببيع لا هلا كل شيء بدي اتفرج ما بعين تشتري صعب هو نفس يعني انت هيك بدها طبعا الحمد لله رب العالمين يعني انا اول مره يمكن بيشوفوا هن السوريين انه واحد عم يبيع سحلب في تركيا ما في هلا الاتراك مستغربين انت ليش لك حلبيه حلبيه السحلب الحلبي غير الشامي نفس الشيء بس انه ما هو مظهور عندهم مثل عنا اهل حلب معروفين من الصبح قاعد على السحلب ايه؟ هن شو هلا بيجوا عندي يعني ايش السحلب ما بيعرفوا زياده في منهم هيطليه ايوه مهلبيه مهلبيه رز بحليب بيجي بقول لك مثل المهلبيه بتقول له نفس المهلبيه بس هذاك انه بيرد متجمدوا نحن بقول لك لا نحن عنا اطيب بيدوق وبرجع الحمد لله رب العالمين السمعة كويسه هلا كانوا الحلبية إذا بتتذكرها أنت ما بعرف يعني بيطلعوا مشوار من حلب من المدينة لسراقب نعم 50 كيلومتر ليأكلوا حلو حلو هونيك مظهورين حلو عنا إيه والهيطلية هيطلية تحتاجي فيها الأدلب لا لا بسراقب بسراقب إيه. كان في هلا بأدلب طلعت كمان صار محلات كثير كثير على الحلو إيه. انظهروا الحمد لله رب العالمين هلا هون في عندك ثلاث ارباع صاروا فتحوا هون ايوه صلاته على النبي فوت هلا لجوا بتلاقي السورية كلهم صاروا هون هلا الاتراك بيتعلموا شوي والاتراك اكثر من السوريين اللي عم يشتروا ايوه والله الحمد لله الاتراك يعني سمع السوريين كويسه ايه وعاملوا عندهم يعني انه كبرياء عجب شلون شو عاملين شو طيبخين شو عاملين ملغبصين لما ملغبصين لا الحمد لله رب العالمين شغل نظيف هي مهنتك بالاساس هي؟ ايه اها نعم بحلب يلا منيح يعني ما تغيرت تمر هندي كمان طولت لاشتغلت بهي القصه طولت بتركيا لحتى زبطت طولت ضليت هلا صار لي يعني شيء شهر هون عم بشتغل الحمد لله رب العالمين ايه. اول فتره يعني بلق 10 كاسات بالنهار 15 كاسه شوي شوي الحمد لله رب العالمين فضل الله صرنا نكتر شوي شوي الزمه نكتره مش شيء قريب علينا الحمد لله كل شيء موجود من خير الله الله يرزقك يا رب ابو ايش ابو شحود شحود ايوه. عندك شحود ولا لسه عندي شحود وعندي حميده وعندي نور
الله يسلمهم يا رب. الجيل الرابع على الطريق. خلاص استقرينا معناته. ما تركيا ما صمدنا مصاري نصمد اولاد. ايه على القليل واحد يعني. الحمد لله هي اهم شيء. الله يعطيك العافية. هلا ابو شحود. احلام علي احلام صهور. سجاح سجاح سلام. جينا وجيناكم الله محيي ما لقاكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ما مشاكم نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم جينا وجينا وجيناكم الله محيي ما لقاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم